بابا عبد القادر بهارون احلى اب في الدنيا. اه مدام قلت بابا عبد القادر بهارون واحلى اب في الدنيا، يبقى اكيد عاوز حاجه. عاوز ايه يا احمد؟ ايه فيه؟ عايز 3000 جنيه. عاوز 3000 جنيه؟ تعمل ايه بيهم؟ اروح بيهم اسوان واتفسح. طب يا احمد 3000 تعمل لك ايه في الايام اللي ما يعلم بها ربنا يديه؟ انا هديك 10000 جنيه تروح بيهم اسوان تتفسح. انت ما تهزر؟ اما انا سيبك تهزر وحدك.